اسباني لمباراه الاهلي وبيراميدز، واتكلمنا على لعبه الارقام واللوغاريتمات والحسابات المعقده ما بين مباراتي الاهلي وبيراميدز يوم 12 و22 ومشوار المنافسه على الدوري، هل تستمر حتى النهايه ام المباراتين هيكونوا حاسمين بشكل كبير جدا على شكل المنافسه. طيب دلوقتي بالتاكيد محتاجين نطمن اكتر على الفريق، هل الراحه السلبيه بالامس كانت شيء مهم جدا وايجابي للفريق، لان النهارده وبكره تدريبتين بس للفريق قبل الدخول في معسكر مغلق، هل في لعيبه كانت غايبه بقالها فتره ممكن تلحق لقاء بيراميدز، كولر بيفكر ازاي في المرحله الصعبه دي، كل ده بالتاكيد هنعرفه من خلال زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره وقبل 45 دقيقه من انطلاق مران الاهلي. فاروق مساء الفل. كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، بالظبط يا محمد قبل 45 دقيقه بالتحديد من انطلاق تدريب النادي الاهلي، التدريب الاول استعدادا لمواجهه بيراميدز. زي ما انت قلت محمد خلال 10 ايام عندك مواجهتين صعبين جدا، سواء امام فريق بيراميدز المباراه الاولى او ايضا المباراه الثانيه امام فريق بيراميدز هتخليهم طبعا مباراه في الدوري ومباراه في كاس مصر، اعتقد مرحله صعبه جدا، هي دي تقدر تقول اهم مرحله في الموسم بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا المستر مارسيل كولر كان منح اللاعبين راحه بالامس بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء على استاد القاهره الدولي. طبعا الفريق هيستأنف تدريباته زي ما انت قلت بالتحديد بعد 45 دقيقه، يكون اول تدريب الاول للنادي الاهلي وغدا يكون تدريب اخير للنادي الاهلي والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه فريق بيراميدز اللي هتكون طبعا زي ما انت قلت بطاقم تحكيم اسباني على استاد القاهره في تمام الساعه 9. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي، مباراه صعبه جدا محمد بظروفها باحداثها، لكن لعيبه النادي الاهلي قادره ان شاء الله انها تحقق الانتصار في هذه المباراه واستكمال المشوار نحو الحفاظ على الدرع الدولي. طيب اول سؤال والناس كلها بتسال وعايزه تطمن، ممكن المباراه تشهد عوده وجه جديد بعد فتره من الغيابات بسبب الاصابات؟ ناس هتسال تقول بيرسيتا وبعض الاسماء اللي انت اكيد عارفها، ولكن المتاح اللي ممكن نعلن من خلالك لو في معلومه رسميه إذا سألت الجهاز الفني أو الجهاز الطبي. يعني خليني احسم لك هذا الامر يا محمد واكد لك طبعا جاهزيه بيرسيتاو لمواجهه فريق بيراميدز، اصبح واحد من اللعيبه اللي خلاص نزلت المران الجماعي، خاض تدريبين الماضيين في الاسبوع الحالي، تدريبين طبعا مع الفريق، تدريب قبل مباراه الفريق امام طلائع الجيش، ويعني خلال فتره الراحه اللي بيحصل عليها الفريق او اللي بياخدها اللعيبه اللي طبعا بتشارك بيبقى في تدريب طبعا للمجموعه اللي ما كانتش او المجموعه المستبعدين، المجموعه اللي راجعه من التاهيل او من الاصابات. بيرسيتاو خد منهم تدريب النهارده، طبعا هيخوض التدريب، باكد لك جاهزيته خلاص من الناحيه الطبيه، من يعني زي ما صرح لنا الدكتور احمد جبل رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي، النهارده يكون موجود في التدريب ويشارك بصوره كامله في التدريب الجماعي، وغدا ان شاء الله يشارك ايضا في التدريب الجماعي ويكون جاهز ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي. الامر طبعا بيخضع للرؤيه الفنيه ومدى احتياج مستر مارسيل كولر لبيرسيتاو في هذه المباراه، لكن خلينا احسم لك هذا الامر، جاهزيته لم يتبقى سوى علي معلول اللي برضه محمد على هذا السياق، واحنا بنتكلم على اللعيبه المصابين خليني اقول لك نتائج ومبشره جدا يعني بنسب كبيره جدا لعلي معلول، اعتقد علي معلول يعني تقدر تقول موعد عودته هيكون اكبر يعني قبل الميعاد المحدد. استجابه علي معلول استجابه العضلات والاوتار طبعا للبرنامج التاهيل من البدايه محمد بتدي لك مؤشر ان العمليه كانت تمت باحترافيه على ايد واحد من يعني افضل دكاتره جراحه وتر اكيلس في جمهوريه مصر العربيه، اعتقد يعني تقدر تقول علي معلول بالنتائج اللي ماشي عليها بالبرنامج التاهيلي الموضوع عليه، اعتقد يعني تقدر تقول ان شاء الله قبل الموعد اللي كان محدد من قبل علي معلول يكون جاهز ان شاء الله ويرجع عنصر من العناصر المهمه، لكن خلينا بنتكلم في ارض الواقع، بيرسيتاو خلاص جاهز ما عندكش اي لعيب مصاب، نتمنى استكمال طبعا الموسم بدون اي اصابات، طبعا انت بتفتقد لثلاث عناصر طبعا من فريق النادي الاهلي سواء احمد نبيل كوكا او كريم الدبيس او حمزه علاء ثلاثي المنتخب الاولمبي اللي نتمنى لهم طبعا التوفيق مع المنتخب الاولمبي، والدور المهم ده جدا دايما للنادي الاهلي يا محمد في المنتخبات الوطنيه، تتكلم في المنتخب الاولمبي المنتخب الاول منتخب الشباب
الشباب منتخب الناشئين. النادي الاهلي هو اكثر نادي في جمهوريه مصر العربيه بيضم عناصر طبعا بيكون هم النواه الاساسيه والحقيقيه لمنتخب الناشئين او منتخبات. وايضا يا محمد خلينا نقول لك ان في منتخب 2008 ومنتخب 2009 كافه المنتخبات عناصر كتيره جدا من لعيبه النادي الاهلي. وهو ده دايما بناكد عليه هو دور النادي الاهلي بدون اصابات مستر مارسيل كولر يكون في حيره من امره طبعا في اختيار اللعيبه، لان كل اللعيبه ما شاء الله عندك مجموعه من اللعيبه عادت ادت قوه وادت اريحيه لمستر مارسيل كولر. بيلعب محمد هاني، بيلعب عمر كمال، بيلعب خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الايمن، بنشوف كريم فؤاد في مركز الظهير الايسر، عندك مجموعه من الاجنحه مميزه حسين الشحات وطاهر محمد طاهر اللي واحد من اللعيبه محمد في الفتره الاخيره او في التدريب بيظهر بشكل مميز جدا، رضا سليم، عبد القادر، عوده بيرستاو، وسام ابو علي، ايضا كهربا طبعا اللي كان شارك في تدريبه، واعتقد كهربا ايضا يا محمد النهارده في التدريب الجماعي ويكون جاهز ايضا ويكون في قائمه النادي الاهلي لمواجهه فريق بيراميدز باذن الله. باذن الله. في اي حاجه تحب تختم بيها كلامك يا فاروق؟ لا انا معاك يا محمد لو في اي استفسار او اي تساؤل، بس خليني اكد لك على بعض الامور المهمه جدا من مستر مارسيل كولر مع اللاعبين. يعني خلال يعني خلينا نتطرق لهذه النقطه، خلال مباراه الاهلي وطلائع الجيش ما بين شوطي اللقاء مستر مارسيل كولر كان ليه حديث شديد شويه مع اللاعبين، اتكلم قال لهم المرحله الجايه مرحله صعبه جدا، ما بتكلمش على مباراه بيراميدز انا بتكلم على الشوط الثاني من مباراه طلائع الجيش، كان يعني حديث من فتره طويله ما شفناش مستر كولر اتكلم بهذه الشده مع اللاعبين. ايضا اللعيبه الكبار في النادي الاهلي اتكلمت عايزين ان احنا ما عندناش رفاهيه اهدار اي نقطه. فريق طبعا شفنا شكل مختلف تماما ومغير تماما في الشوط الثاني. الشوط الاول كان طبعا في مجموعه من الفرص المهدره، وده اللي مستر مارسيل كولر بياكد عليه دايما، عايز استغل انصاف الفرص. الفرص المباريات اللي جايه هي مباريات الفرصه الواحده، التفاصيل البسيطه. طبعا بعد مباراه طلائع الجيش محمد التحضير للمباراه بيبدا، المباراه التاليه بيبدا مع اطلاق صافره نهايه هذه المباراه. ماهاري او هيرالد جامبريلي المدرب العام مع مستر مارسيل كولر بدا من خلال يعني وانت واقف في ملعب استاد القاهره بتحضر لمباراه بيراميدز. مجموعه طبعا من اللاعبين اللي شاركت على اجزاء من المران خدت تدريب كامل في ملعب استاد القاهره. طبعا المستر مارسيل كولر زي ما قلنا ادى راحه للاعبين بالامس، النهارده هيعقد محاضره مع اللاعبين طبعا بيتكلم طبعا على اهميه هذه المباراه مباراه بيراميدز، وبياكد ما عندناش اي رفاهيه. وعندي رساله مهمه جدا ايضا يا محمد من مستر مارسيل كولر لجماهير النادي الاهلي. مستر مارسيل كولر بيقول رساله مهمه للجماهير، مش عايز الجماهير توصل للاعبين ان في ماتش سهل وفي ماتش صعب، عايز عدد الجماهير زي ما انا متعود اشوف الجماهير بكثافه بيبقى ليه مفعول مهم جدا على جماهير النادي الاهلي. الجماهير يا ريت الجماهير ما توصلش للعيبه ان في ماتش سهل يبقى العدد الجماهير قليل، ولاقي في الماتش الثاني الماتش الصعب عدد الجماهير كتير. عايز يوصل لرساله زي ما احنا بنطالب اللعيبه انها تادي بمستوى ثابت في كل المباريات، بطالب الجماهير انها تكون موجوده مع النادي الاهلي في كل المباريات. اعتقد يا محمد رساله مهمه جدا من مستر مارسيل كولر، عارف الدور المهم جدا لجمهور النادي الاهلي، عارف الدور اللي بيلعبه دايما الجمهور في اوقات كتير جدا من المباراه، لذلك بياكد على حضور الجماهير وضروره وجود الجماهير في المباراه القادمه. واعتقد الجمهور ان شاء الله هيلبي النداء ويكون موجود في ملعب استاد القاهره لمواجهه فريق بيراميدز، وتبقى مباراه مهمه سواء بحضور الجمهور سواء بشخصيه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، والنادي الاهلي يحقق انتصار في هذه المباراه ويستكمل مشواره نحو الحفاظ على درع الدوري باذن الله. باذن الله. زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات بشأن استعداد الأهلي وكواليس الفريق قبل خوض لقاء بيراميدز يوم الجمعة.